احنا اليوم استلمنا بالبارح واستلمنا عدة منشآت قضائية في ولاية المسيرة ما شاء الله بالبركة على المنطقة، في بن سرور محكمة جديدة، في ولاية الدراج محكمة جديدة ولا ما تلبيش طموحاتنا ولكن ما عليش يشتبيتهم، في عين العجل محكمة جديدة، في مسيرة محكمة جديدة، المحامين اعطيناهم قطعة أرض وين يديروا نادي إن شاء الله من على شهر هذا قالوا مرة سليمة، يعني كل هذا علاش؟ باش نوفروا خدم بالضبط أحسن خدمة للمواطن.